كابتن حسن علي مدير عام نادي بكوس، اهلا بحضرتك معانا. شايفين طفره اليومين دول في نادي بكوس، ايه الجديد اللي في نادي بكوس اللي بدانا فيه الايام دي؟ هو الجديد في نادي بكوس دلوقتي اللي احنا بنشكل لجنه رياضيه ولجنه ثقافيه واجتماعيه، وفي فريق كره قدم هو 11 ملعب 11 ناشئين، دي اول مرحله يعني، وبعد كده ربنا سهل ايه مراحل الناشئين كلها هتبدا ايه تشتغل فيها. في برضه فريق كاراتيه بيبدا هو يتكون، في فريق تنس طاوله، وفي جمباز بدا يشتغل برضه في النادي، وفي هنا طبعا في المراحل السنيه بتاعت كره اليد كلها لغايه مواليد 2000، وعندنا طبعا الفريق اللي هي فريق كرة القدم اللي هي الشباب والناشئين أكاديمية كرة القدم. نادي بكوس مشهور جدا، معقل كرة اليد في اسكندرية، الزمن الجميل ده ممكن نقدر نرجعه تاني؟ بإذن الله في خطة محطوطة بمجلس الإدارة، خد بالك إن احنا نكون فريق كبير على سنتين أو 3 سنين، تبدأ إن شاء الله من السنة الجاية. بس على اساس احنا دلوقتي الامكانيات النادي الماديه مش متاحه، باذن الله خلال سنه او سنتين في فريق هيتكون كره يد اللي هو مثلا مواليد 92، باذن الله هيبدا يبقى مرتبط، هنكون الفريق الكبير. في مشكله كانت اثارت الراي العام، السور بتاع نادي بكوس لسه مفيش حل في القصه بتاعت السور بتاع نادي. والله لسه لغايه دلوقتي مفيش حل لها، بس كابتن كرام هو احنا النادي هنا او مجلس اداره موكله اللي هو يمشي في الاجراءات القانونيه بتاعت السور بتاع نادي بكوس. بالنسبه للبراعم في كره اليد في نادي بكوس بنشوف اسماء كبيره، يعني من اول ما يطلعوا مرتبط ولا ناشئين بيروحوا الانديه كتيره في اسكندريه، بكوس هيستفيد باللعيبه دي وهيبدا يستفيد بلعيبته، ومش هتروح في كل نادي كده زي ما هو. باذن الله هو في خطه محطوطه في النادي اللي هو باذن الله الفرق الناشئين دي تبقى مستمره لغايه لما نيجي لمباراه المرتبط، باذن الله يلعب مرتبط، وفي فريق ال 92 يبدا يلعب الدرجه الاولى. كابتن مجدي بكره في حفله ان شاء الله داعين فيها الدكتور حموده ومجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد، البروجرام بتاع الحفله ايه بس؟ باذن الله احنا البروجرام هيبدا الساعه 7، في مهرجان للبراعم والناشئين كره يد في الملعب، وفي حفله في الصاله المغطاه اللي هي في الصاله اللي فوق باذن الله، هيبقى فيها مدعو رئيس الاتحاد المصري لكره اليد الدكتور خالد حموده مع رئيس المنطقه الدكتور عفاف عبد الله وكابتن سيد علي. كلمه اخيره توجه كلمه لمحبي نادي بكوس. انا والله بدعو كل من بيحب نادي بكوس واللي اتربى جوه نادي بكوس اللي هو يقرب شويه، في ناس كتير قوي بعدت لظروف خاصه ليهم، يا ريت يقربوا للنادي، النادي ده بتاعنا ومش عايزينه، مش عايزين نادي تبعد، نادي تبعد من عن النادي. بتطلب ايه من مجلس الاداره الفتره اللي جايه؟ انا بطلب من مجلس اداره نادي بكوس ان شاء الله اللي هو يتكاتف اللي احنا نكون فريق كره يد اللي هو يرفع اسم نادي بكوس زي ما كان مثلا في السنين اللي فاتت، يرجع الامجاد من جديد لنادي بكوس. بنشكرك كابتن حسن، ان شاء الله يبقى لنا لقاء ان شاء الله في الحلقه. شكرا.